عشاء ومعانا ضيف جديد نحب نتعرف عليه. يا باشا يا استاذ، راح فين يا باشا؟ يا باشا اتاخرنا ايه ده؟ دقيقه تعالى بس اتفضل، دقيقه واحده معلش، دقيقه واحده هنخلص على طول. ماشي نتعرف بحضرتك يا باشا. ماجد محمود فؤاد. ماجد كام سنه يا باشا؟ 47 سنه. 47 سنه، اهلا وسهلا. طب احنا النهارده في حلقه النهارده هنتكلم على المشاكل والحاجات اللي حصلت بعد الثوره، وان الناس ما بقاش فيها اخلاق والكلام ده. طبعا انت ملاحظ يعني موضوع. طبعا كل شيء باين وظاهر، الناس يعني ما بقاش فيه لا اخلاق ولا ادب ولا اي حاجه نهائي، ما فيش اي حاجه من دي دلوقتي موجوده، ومن قبل كده كمان. لا انت زادت اليومين دول. حضرتك متجوز يا باشا؟ بين البنين. بين البنين؟ بين البنين. ايه بين البنين دي ازاي يعني؟ يعني في جهاز مهم في الدوله سرق مني حيوانات منويه ولقحها في رحم ام شيماء حسين المنيري، وخلفت ثلاث بنات بالطريقه دي من غير ما اتجوز. وانت عارفهم هم فين دلوقتي؟ هم مع امهم، بس انا اعرف بيت اهل امهم، لكن بيتها هي ما اعرفش هو فين، لانها اتجوزت بعد كده واحد من الجهاز الحاكم دوت وخلفت منه عيال تانية. لف عليها وخدها مني يعني. والكلام ده ايه يعني؟ ايه اللي حصل ليه؟ اللي حصل علشان انا ضحيه العمليه للمخابرات الاسرائيليه في مصر، اكتشفتها المخابرات المصريه وعلى اثرها قامت بتعذيبي 25 سنه لغايه دلوقتي. انت جاسوس يعني ولا ايه؟ لا انا المخابرات الاسرائيليه زرعتني في مصر سنه 65 في عيله مسلمه مصريه. زرعتك ازاي يعني؟ بدلتني، الطفل اليهودي اتزرع في عيله مسلمه والطفل المسلم راح عيله يهوديه، عمليه للمخابرات الاسرائيليه. وفي حد تاني عارف الكلام ده ولا انت بس؟ انا والمخابرات خلونا اخلف ثلاث بنات من غير ما اتجوز، وعملوا لي غسيل مخ. وابوك وامك؟ ابو المسلمين ولا اليهود؟ اللي انت عايش معاهم هنا ولا؟ المسلمين توفوا الى رحمه الله، اليهود ما اعرفش عنهم حاجه خالص. يعني انت ما تعرفش مراتك فين ولا عيالك فين؟ لا هي مش مراتي لان ما اتجوزتهاش، هي خلفت مني بس تلقيح صناعي. الجهاز الحاكم عمل فيا كده عشان اصلي يهودي، عشان يتحكم فيا وابقى تحت امره. شغال ايه يا باشا؟ انا محامي على المعاش. عملوا لي غسيل مخ وادوني عقاقير هلوسه وخلوني مجنون رسمي على الورق. يعني انت معاك ورق يثبت انت مجنون؟ معايا ورق يثبت ان انا مجنون رسمي، ومعيش اي حاجه تثبت ان انا بكامل قوايا العقليه. طب ما الكلام اللي انت بتقوله ده برضه مش تمام يعني. الكلام ده حقيقي، احيانا الحقيقه بتبقى اغرب من الخيال. انا ضحيه العمليه فاشله للمخابرات الاسرائيليه في مصر. طب انت عارف الكلام ده ممكن يوديك في داهيه؟ انا اوريدي في داهيه. اوريدي في داهيه؟ كفايه ان انا اتمتع بكامل قوايا العقليه واعيش مجنون رسمي. طب هو انا ممكن اروح معاك في داهيه برضه؟ ممكن. ممكن؟ ممكن. بجد هتدينا في دهر ولا ايه؟ والله يوم المخابرات مش هتحتك بيكو، او الجهاز الحاكم ده مش هيحتك بيكو، هيحتك بيا انا بس. طب انت حضرتك كنت جاي منين كده؟ انا جاي من نادي الشمس. انت عضو في نادي الشمس؟ عضو في نادي الشمس. ليك صحاب بقى اصدقاء وكده يعني ولا بتقعد لوحدك؟ صحاب كتير. صحاب كتير. طب انت بيجوا لك بقى دول يعملوا معاك مثلا تحريات، تحقيق، كلام من ده ولا ايه؟ لا ما هم مراقبين تليفوناتي ومراقبيني. مراقبينك؟ يعني هم مراقبيننا دلوقتي؟ اكيد طبعا، هو شايفيننا دلوقتي واحنا بنصور. شايفيننا واحنا بنصور؟ ده اكيد. والراجل اللي قاعد ده معاهم ولا ايه؟ لا 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 لا. طيب احنا دلوقتي يا استاذ ماجد، يعني طبعا انت حالتك دي يعني انا ما كنتش فاهم كده. احنا كنا بنتكلم على اساس ان المشاكل البلد، وطلعت انت عندك مشكله اساسا اكبر من مشاكل البلد. لا مشكلتك اكبر من المشاكل اللي احنا كنا نتكلم فيها. احنا كنا هنتكلم على التحرش الجنسي والبلطجه عايز اقول لحضرتك حاجه، المخابرات العامه المصريه او الجهاز الحاكم ده مارس معايا ارهاب الدوله 25 سنه، وحاولوا قتلي في اسطنبول وفي مصر بطريقه تبان شبه طبيعيه، وسجنوني في قضية تعاطي مخدرات وعذبوني في السجن. في مجنون يتسجن؟ أنا مجنون رسمي في البلد دي. في مجنون يتسجن 6 أشهر في قضية تعاطي مخدرات؟ قول أنت إزاي بقى؟ أنا معايا 3 أوراق تثبت إن أنا مجنون، من نقابة المحامين، من وزارة الدفاع، وأختي حجرة عليا. في واحد بالمواصفات دي ياخد. ساكن فين يا أستاذ ماجد؟ أنا ساكن 5 أحمد نجيب هاشم. هنا في مصر ورانا هنا يعني كده؟ بكنتاكي نادي الشمس. انت عايش مع حد ولا لوحدك؟ لا عايش لوحدي. عايش لوحدك؟ لا. انت بتشرب حاجة؟ انا بشرب حشيش وخمر عشان انسى اللي اتعمل فيا ده. بتاخد أي علاج أو أدوية لل هم استمروا يدوني أدوية 25 سنة
لان طبعا اختي مش المسلمه المصريه مش قادره تصدق الموضوع ده، وفاكراني بخرف وفاكراني مجنون، لان اي حد هيسمعني بقول الكلام ده هيقول عليا غير طبيعي وبخرف طبعا يعني. بس لسه لغايه دلوقتي بتديني حقنه موديكيت. طب انت الموضوع ده بقى له قد ايه يا باشا معاك؟ الموضوع ده من 88 واستمروا معايا غسيل مخ وعقاقير هلوسه 15 سنه، وانا اللي كشفت لهم عن الغواصات النووية الإسرائيلية من 13 سنة سنة 2000. طب أنت تعرف أجوم على الشوان والناس دي ولا ما لكش دعوة بيهم؟ قضوا العملاء مصريين على اليهود. أنا زي ما مصر زرعت رأفت الهجان في إسرائيل، إسرائيل زرعتني هنا، بس أنا اكتشفت هنا واتعذبت ودفعت الثمن. ماما ما عدوماكش ليه ولا موتوك ولا كده؟ حاولوا قتل بمليون طريقة بس تبان بطريقة شبه طبيعية علشان عارفين إن اليهود ورايا. مش عايزين الموضوع يعني يبقى مفضوح يعني. لا هم بيحاولوا يلموه وانا عمال اشرد لهم، انا نزلت موضوع على الفيسبوك في النت. طب انا متهيألي كده يا استاذ ماجد ان احنا يعني لازم نعمل حلقه معاك بعد كده، حلقه كبيره شويه. ماشي. ونقعد بقى نتكلم بقى لان الموضوع كده ده ايه هيطول. خلاص انا كنت عايز اتكلم في حاجات بسيطه بس انت دخلتنا كده في حاجات يعني ايه مشاكل جامده بصراحه ومحتاجه قعده.